السيستم اللي مشروح هون بالماجنتيك ليفيتيشن بيختلف شوي عن الماجنتيك ليفيتيشن اللي منتشر في الصناعه. هلا في كثير تطبيقات الان تستعمل ماجنتيك ليفيتيشن، بكون عندي مركبه زي قطار، القطار بيكون عندنا هون مثلا ماجنتس، هون عندنا مجموعه كويلز. انا شو بقدر انا اعمل؟ بقدر اتحكم بارتفاع هذا القطار، ارفع هذا القطار على الارض، اني اعمل تنافر ما بين الماجنتس اللي موجوده على القطار والكويلز اللي موجوده هون، وبتحكمي بالكرنت اللي موجود في هذول الكويلز بامكاني ازيد هذا التنافر وارفع هذا. طبعا هون عندي في فورس جاي ام جي على هذا السيستم، عم بتحاول تنزل هذا القطار لتحت، واحنا بامكاننا. طيب شو فائده اني ارفعه؟ هل الفريكشن، تمام، فبظن نقدر نوصل سرعات عالية جدا. وبتشوفوا منه هذا قطارات في اليابان تمشي بسرعات عالية جدا، أحد الأسباب أنها تقدر تمشي بسرعات عالية جدا وتخفف من اللوسز اللي موجودة إنه إحنا نعمل ماجنتيك ليفيتيشن. هلا بهدول القطارات في ثلاث أنظمة، في نظام اللي بيرفع السيستم لما يكون جاهز وإنه بده يبدأ ينتقل، بيرفع السيستم عن السكة بحيث إنه ما يكونش في أي احتكاك أو أي تماس ما بينه وبين السكة، وطبعا هو في عنده فاريبل معين بده يضل محافظ عليه، بده يضل محافظ على جاب معينة ما بين السكة والقطار بحيث القطار يكون مرفوع بس مش مرفوع مسافة كبيرة جدا عن السكة، وراح يصير في ديستربنسز وبده الكنترول سيستم يتحكم. إذا هي أول كنترول سيستم اللي هو بيعمل الليفيتيشن، من هون إجت كلمة ليفيتيشن، تو ليفيتيت إنه يرتفع. السيستم الثاني اللي بيعمل جايدنس، أنا مشكلتي بس ارتفعت عن السكة وما راح بديش أضرب بالسكة، صار عندي مشكلة بالجايدنس اللاترال جايدنس، إنه القطار راح يروح. ففي عندي سيستم تاني بيكون جانبي صعب إني أرسمه هون، بس لو طلعت من فوق راح تشوف سيستم شبيه بهذا السيستم بس جاي من الجهتين، كويلز من هون وكويلز من هون وماجنتس على القطار فرضا، وبيحاول يحافظ على القطار في المركز في الوسط ما بين اثنين، هذا اللي هو جايدنس. السيستم الأول ليفيتيشن، السيستم الثاني جايدنس، طب والثالث بروبلشن اللي هو الدفع. انا مثل ما حققت الليفيتيشن الان بقدر احقق الدفع بهذا الشكل، فبصير عندي هون ماجنتيك ويفز بتتحرك، او هدول بصير اغير الفلكس اللي موجود في هدول الكويلز بحيث انهم بصيروا يجذبوا هذا الماجنتيك الماجنتيك او القطار هذا بهذا الاتجاه، هاي اسمها بروبورشن اللي هي الدفع. عندي هون ثلاث أنظمة، طبعا لازم تشتغل الثلاث أنظمة بنفس الوقت. هذا المشروع صعب بالنسبة لنا، ما بنقدر نعمل زي هيك، بس كويس انكم تعرفوا هذا التطبيق العملي، وموجود كمان مثلا تطبيق له في المصاعد، هلا بعرفش ما طبقوه من ناحية عملية بس في أبحاث صارت عليه. نفس المصعد كمان لما بكون بحركه إلى الأعلى وإلى الأسفل بتسمع الصوت الاحتكاك اللي بيصير، فأحد السيستمز اللي حاولوا يطبقوها انهم يحاولوا بدون ما هو يمسك السكك، ما يلمس السكك اللي موجودة، نعمل له جايدنس، ماجنتيك جايدنس ما بين السكتين بحيث انه ما يلمس السكتين بس يكون جايدد ماجنتيكلي بماجنتيك فيلد. السيستم اللي موجود هون بالمشروع ابسط بكثير من هيك.